كروش يصر على عبد الله سعيد المباراة الثانية على التوالي. شايف تشكيل النهاردة مناسب للمباراة؟ بص، انت قلت اخترت اللفظ المناسب للموضوع ان هو كروش يصر. يعني احنا يمكن شايف ان هو كان الافضل انه يبدا بزيزو، لان وبالمناسبه يعني انت دايما بيبقى لما تيجي تلعب ماتشات انت بدات بالاصعب. يعني انت تعالى نرتب ثلاث اربع ماتشات، مرتب المباراه الاولى هي تعتبر الاصعب، مباراه غينيا بيساو متوسطه، مباراه النهارده تعتبر برضو مباراه متوسطه، وبالتالي انت لما تيجي تلعب ماتش النهارده انت بتدور على الفوز، بتدور على التاهل، بتدور على تجربه عناصر عشان تصل لتشكيل يناسبك في المباراه اللي بعد كده اللي ممكن تكون اتقل من المباراه اللي في المجموعه. صح. فكان ممكن نجرب زيزو في المركز ده، خاصه مع عبد الله السعيد مقارنه حتى ارقام الماتش اللي فات بمقارنه بتريزيجيه حتى. يعني احنا جبنا ارقام تريزيجيه مثلا، بصيت على ارقام تريزيجيه الماتش الاولاني قدام نيجيريا، الناس كلها قالت مصر داي اوف. بص على ارقام تريزيجيه وبص على ارقام عبد الله، هتلاقي الاثنين تكاد تكون متقاربه جدا الماتش اللي فات. فكان الافضل يلعب بزيزو. هل عايز يديله فرصه مثلا، فرصه ثانيه بحيث يتاكد انه بعد كده يبقى عبد الله ورقه رابحه على دكه البدلاء ويبقى موجود؟ لكن هو اختار زيزو، اختار عبد الله. يعني نتمنى ان عبد الله طبعا يلعب مباراه لا، هو جيده. يعني اولا واخيرا عبد الله سعيد لاعب كبير، طبعا لاعب مميز. لما بنقول زيزو يخش في التشكيله ممكن يكون لامور فنيه، ليه صح. كان زيزو مهم في التشكيله النهارده؟ وايه الدور اللي المفروض كيروش بيفكره لعبد الله سعيد في مباراه السودان؟ زيزو الاول مهم، وانا مختلف على اهميه زيزو مع ايماني. الحقيقه انا شايف ان عبد الله سعيد النهارده هو اللاعب الانسب حتى لو ما قدمش المستوى الكويس قصاد غينيا بيساو، ولكن عبد الله النهارده كان لازم يبدا لاكثر من سبب. السبب الاولاني ان منتخب السودان هو اقل فرق المجموعه من ناحيه خط الوسط، ترابط خط الوسط والمسافات الكبيره بين الديفندرين، اثنين لاعبين الارتكاز وقلب الدفاع. صح. والمدي دي المنطقه اللي عبد الله بيحب يلعب فيها، المساحه اللي هو دايما بيتواجد وبيلاقيها يعني بيقدر يمرر او يصنع فرص اللي هي بين خط الدفاع وخط الوسط. بالظبط كده.